صباح الخير يا صغار. صباح النور. اهلا وسهلا بكم، معكم المعلمه علا سفر مدرسه الصف الثاني. اتعرف بكم، تفضلي صغيرتي. رفيقه الطبيعيه زين العاصي من الصف الثاني وحده الشهيد محمد اسامه البيروتي. رفيق الطبيعي يوسف اسماعيل من الصف الثاني وحدة الشهيد محمد اسامة البيروتي. الرفيقة الطبيعية نادية الفياض من الصف الثاني وحدة الشهيد محمد اسامة البيروتي. الرفيقة الطبيعية سمر خلادي من الصف الثاني وحدة الشهيد محمد اسامة البيروتي. الرفيقة الطبيعية محمد اسامة من الصف الثاني وحدة الشهيد محمد اسامة البيروتي. الرفيقة الطبيعية جمال العاصي من الصف الثاني وحدة محمد أسامة البيروتي. أهلا وسهلا بكم صغاري في درسنا اليوم بالدراسات الاجتماعية. سوف أسألكم أولا، ما الذي دار بيننا؟ ماذا يسمى الشيء الذي دار بيننا هذا الحديث؟ أسامة. الحوار. الحوار، رائع جدا. ما رأيكم أن نستمع إلى درس الحوار؟ من يعطيني أنواع للحوار؟ هل تعرفون أنواع للحوار؟ من يعطيني؟ من يعطيني؟ تفضلي جمان. أنواع الحوار البشر. حوار بين البشر، شكرا لك صغيرتي. تفضل يا أسامة. حوار بين الحيوانات. كيف عرفت أن هناك حوار بين الحيوانات؟ يتكلمون بلغتهم التي لا نعرفها. جميل جدا، رائع جدا، شكرا لك. تفضل يا يوسف. التحدث بالفواكه. الحديث بين الفواكه، أين شاهدت هذا الحديث؟ في برامج الأطفال. جميل جدا، ما رأيكم أن نشاهد حديثا وحوارا بين هذه الفواكه عن فاكهة مفيدة ونشرب عصيرها في فصل الشتاء وتعطينا الفيتامين سي وتقينا من الرشح والزكام، هل أنتم جاهزون؟ نعم. تفضل جمان وزينة، تفضلوا صغيرتان عن البرتقال وعصير البرتقال، تفضلوا. من أنت؟ أنا الفاكهة الطبيعية. فمن أنت؟ مظهرك جديد، لونك لامع، فمن تكون يا غريب؟ أنا عصير مصنع غني عن التعريف. نعم نعم، أنت؟ لوني لامع لله جميل، لوني لامع لله جميل، لذا يرغب الأطفال فيا. ولماذا تصرخ؟ أنت الذي تأخذ صوت الطبيعي مني. أنت مكون من طعمي حلو لله جميل، لذا يرغب الأطفال فيا. أرجوك لا تقاطعني، فأنا أعطي أسامهم القوة والنشاط وأحميهم من الأمراض. شكرا لكم صديقتي، صفقة ممتاز لصديقتينا، 1-2. ممتاز. شكرا لكما. من يحكي لي ماذا دار بين هاتين الصغيرتين الفاكهة الطبيعية وعصير المصنع؟ هل هذا الحوار الذي دار صحيح؟ من يحكي لي؟ تفضل يا أسامة. نعم. هل هذا الحوار صحيح؟ ماذا فعل العصير المصنع؟ ماذا فعل يا نادية؟ لم يلتزم بآداب الحوار. ماذا فعل؟ كيف عرفت ذلك؟ يوسف أخبرنا. هل تكلم بصوت منخفض أم مرتفع؟ ماذا فعل؟ تكلم بصوت مرتفع ولم يلتزم بآداب الحوار. جميل. سمر، اسمعينا رأيك، ما رأيك بحديثي هذه الفاكهة والعصير المصنع؟ أنت العصير ما التزم بالحوار، بس الفاكهة. العصير لم يلتزم بالحوار، فقط الفاكهة. جمان ما رأيك؟ قاطع صديقه ولم يلتزم آداب الحوار. قاطع زميله. ما رأيكم أن نتعرف إلى آداب الحوار؟ هل أنتم جاهزون؟ نعم. من يقرأ لي آداب الحوار؟ تفضلي سمار. الإصغاء. أسامة. التكلم بصوت هادئ. جمان. عدم مقاطعة الآخرين. أثناء مقاطعة الآخرين. أثناء الحديث. شكرا لك. ما رأيكم الآن أن ننقسم إلى مجموعتين لنتحاور عن هاتان الصورتين؟ هل أنتم جاهزون؟ نعم.
مجموعة الفراشات ومجموعة الزهور. هل أنتم جاهزون؟ نعم. مجموعة الزهور الطعام المكشوف ومجموعة الفراشات تتبنى برامج الأطفال. يبدأ الحوار بينكم، تفضل يا جمال. عن ماذا ستتحدثون؟ زينة. عن برامج الأطفال. أسامة. عن أي طعام ستتحدثون؟ لا، عن برامج الأطفال صغيري. ماذا ستسأل يوسف؟ ماذا تشاهدون؟ ماذا يشاهد الأطفال هنا؟ برامج الأطفال. سمر، اسأليها لنادية، كيف نشاهد برامج الأطفال؟ ما هي؟ كيف نشاهد برامج الأطفال؟ نقرب عن التلفاز؟ أم نبتعد؟ أجيبي يا نادية. نبتعد. لماذا؟ لأنه قد يضر العينان. جميل جدا، شكرا لكم. فلتتفضل مجموعة الفراشات. هيا اسألي يا زينة. هل يجب أن نحن نأكل بعض الملوثات؟ نسأل عن الصورة يا زينة، تفضلي. يجب أن نحن نأكل بعض الملوثات. زينة، ماذا ستقولين لجمال؟ ماذا ترين؟ ماذا ستتحدثون؟ عن أي صورة؟ اسأليها هي. ماذا ستتحدثون؟ عن أي صورة؟ عن أي صورة يا جمال؟ عن الحلويات المكشوفة. عن الحلويات المكشوفة. تفضل يوسف. هل اسأل صديقك أسامة. هل يمكن أن نأكل الحلويات المكشوفة؟ لا. اسأليها يا نادية، لماذا لسمر؟ لماذا؟ لأنها ملوثة. لأنها ملوثة ويجب عدم أكل الحلويات المكشوفة. ما رأيكم الآن أن أوزع لكم هذه البطاقات لمجموعة الفراشات ومجموعة الزهور لنقم بالإجابة عليها؟ تفضل صغيرتي. نجيب عن السؤال بأوافق أو لا أوافق. هناك وقت محدد يجب أن نلتزم به. انتهينا. انتهت المجموعتان من حل الأسئلة، فلتقرأ الجملة الأولى زينة. أحاور أصدقائي في تجمع. أعيدي، أحاور. أحاور أصدقائي في معلوماتي. أوافق أو لا أوافق؟ أوافق. جميل، شكرا لك. يوسف، أقاطع رفيقي أثناء حديثه. أوافق أو لا أوافق؟ لا أوافق. جميل جدا. نادية، أحترم رأيي رفيقي في الحوار. أوافق أو لا أوافق؟ أوافق. شكرا لكم. إذا مجموعة الفراشات فائزة، والآن ننتقل إلى مجموعة الزهور. جمان، أصغي إلى الآخرين باهتمام. أوافق أو لا أوافق؟ أوافق. جميل، شكرا لك. أسامة، أحتفظ بهدوء أثناء الحوار. أوافق أو لا أوافق؟ أوافق. شكرا لك. سمر، أعبر عن رأيي بانفعال.
أعبر عن رأيي بانفعال، لا أوافق. لا أوافق، شكرا لكما. إذن شكرا لكم أصدقائي، المجموعتان فائزتان، وسأوزع لكم الأوسمة الآن. بوركات جهودكم. شكرا لكم صغاري. والآن صغاري، بعد أن انتهينا من الإجابة على هذه المجموعات، نقرأ الجمل على السبورة. تفضل يا جمال، اقرأ لي هذه الجملة. احتفاظ، احتفاظ، احتفظ، احتفظ بهدوء أثناء الحوار. أوافق أو لا أوافق يا جمال؟ أوافق. جميل جدا، شكرا لك. أسامة تفضل. أعبر عن رأيي بانفعال. هل توافق هذا الرأي؟ أوافق. هل تعبر عن رأيك بانفعال أنت يا أسامة؟ لا. إذن لا نوافق، شكرا لك. اقرأي لي الجملة يا سمر تفضلي. أحاول أصدقائي في معلوماتي. أوافق أم لا أوافق يا سمر؟ أوافق. هل تحاولين أصدقائك في معلوماتك أنت؟ نعم. شكرا لك. تفضلي يا زينة. أقاطع رفيقي أثناء الحديث. هل تقاطعين رفيقك أثناء الحديث أنت يا زينة؟ لا. إذن هل توافقين أم لا توافقي؟ لا أوافق. جميل شكرا لك. تفضل يا يوسف، اقرأ لي أول جملة. أصغي إلى الآخرين باهتمام. هل تصغي أنت إلى الآخرين باهتمام؟ نعم. إذن هل توافق أم لا توافق؟ أوافق. شكرا لك. تفضل يا نادية، اقرأي لي الجملة الرابعة. انتظر دوري في الكلام. ما رأيك يا نادية، هل أنت تنتظرين دورك في الكلام؟ نعم. إذن هل توافقين أم لا توافقي؟ أوافق. شكرا لك. من يعيد لي آداب الحوار التي مرت معنا في درسنا اليوم؟ أسامة. الإصغاء. الإصغاء، شكرا. تفضلي نادية. التكلم بصوت منخفض. التكلم بصوت منخفض، شكرا نادية. تفضلي جمال. عدم مقاطعة الآخرين. شكرا لك. هل تودون إضافة شرط آخر من آداب الحوار؟ هل عند أحدكم شرطا آخر لآداب الحوار؟ أم هي مكتفية؟ تفضلي نادية. احترام الناس. جميل جدا، شكرا لك يا صغيرتي. هل أعجبكم درسنا لهذا اليوم؟ نعم. هل استفدتم من؟ نعم. كيف ستتعاملون مع أصدقائكم في الحياة العملية في عندما تعودون إلى المدرسة؟ باحترام. برفع اليد لو سمحتم. تفضل يا يوسف. باحترام. أيضا أسامة. بأدب. بأدب، جميل. تفضلي جمان. باجتهادي. باجتهادي، شكرا لك يا حبيبتي. تفضلي يا زينة، هل عندك رأي آخر؟ ماذا ستفعلين عندما تعودي إلى أصدقائك؟ كيف ستتصرفين؟ وعانقهم. شكرا لك صغيرتي. تفضلي نادية. أصغي إليهم. جميل شكرا لك يا صغيرتي. سمر تفضلي. أنزل بلعب معهم. هل تلعبين معهم بهدوء؟ شكرا لك. إلى اللقاء أصدقائي في درسنا، ونلتقي في درس آخر، وشكرا لمتابعتكم.